السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، انظروا إلى هذه الزحمة المرورية عند المدخل للعاصمة الأوكرانية مدينة كييف. أخذني أبي وأمي بالسيارة من كييف ونذهب إلى القرية. سأقضي في القرية عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك سنحتفل بعيد ميلادي. سنجتمع حول المائدة، سيجتمع كل أقاربي، سنلتقط بعض الصور، سنأكل الأشياء اللذيذة. نحن في المحل نستعد لعيد ميلادي، اشترينا بعض الأشياء. الآن نذهب إلى قريتنا. التقيت بوالدي بأبي وأمي في كييف، والآن نذهب إلى القرية. التظهر للغاية. الآن نمر بسوق شعبية، وهناك أيضا يبيعون البطيخ، فول وأشجار. دخلنا القرية، الحمد لله أتينا بالسلامة. غدا سنشرب مشروبات كثيرة وسيكون الطقس حارا، لذلك أحضر ثلج للمشروبات. أستخدم لذلك هذه الأكياس الخاصة. الآن سأفتح الحنفية، وهكذا أصب الماء. انظروا هنا، أفعل هكذا هكذا وهكذا أربط. بعد ذلك سأضع هذا في الفريزر. سيكون ثلج. أنا سعيدة جدا، أفرح كطفلة. وجدت في الثلاجة هذه البيضة، بيضة الشوكولاتة. والآن سنفتحها معا. لحظة. أنا متشوقة جدا. لحظة. أي، يبدو لي أن هذه البيضة من الشوكولاتة ضابط، ولكن ليست مشكلة. لحظة. واو، ممتاز. هنا لعبة. لعبة جميلة. رائعة، تعجبني جدا. سمورفيك. يأكل أبي وكوزا أيضا، يحب هذا السناك من الذرة. كوزا كوزا، شهية طيبة. أصدقائي انظروا، هذا البساط ملون، قديم، يعني في قديم الزمان في الثقافة الأوكرانية صنعوا مثل هذه الأبسطة، يعني صناعة يدوية. فهمتم. الآن أمي صالقت ذرة من مزرعتنا، أحبها للغاية والله. Самый крутой, кирики, два качаны.
ما شاء الله هذا لذيذ جدا. الآن أحضروا حلوى هلام واستمعوا إلى هذه الأصوات. صفرات الإنذار تخبرنا عن خطورة صاروخية جوية من يعني يا للها. أكره روسيا الفاشية التي تقتل الأبرياء. انتقم منها اللهم، انتقم منها لنا. الآن سأكل بيض بالخضروات. هذا التفاح من بستاننا، وهذه الكمثرى أيضا سأكلها. خرجنا لنتسوق قليلا. سهرنا. أها. الطقس حار للغاية أصدقائي. ما شاء الله شجيرات. افتتح عندنا محل جديد أورورا. ما شاء الله. أها جميل. ما شاء الله صالة أخرى. الآن نحن في المحل وأرتدي بعض الفساتين. هذا الفستان هدية لي من أبي لعيد ميلادي. انظروا إلى ليندا كم تعاني من الحرارة. أمي دائما تعطيها الماء لتشربه. اشترينا هذه الشوكولاتة لم نتذوقها. تيراميسو. كيشو. في чого? Я це так я роблю. Та ну ти що? Ну то ж його хижина. Дійсно, він затих. Валлахи, тахсілю у мільярдия. Вакеша, я хафу. Я шокована. Она маздума. Коля, Коля, Василя, хабиби. Василя, Коля, бисаляма, мин Киев. الآن سنتناول العشاء عندنا شوربة الفطر. فطر من الغابة. واو جميل 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 رائعة. وهنا بعض الشطائر لكولا. خرجنا لنتجول قليلا. نذهب من مركز القرية إلى ضواحي القرية حيث تقع بيتنا الخاص ومزرعتنا الصغيرة. الآن الساعة 9 تقريبا مساء، والقرية هادئة.
قد نزل الظلام، الساعة 9:08، وصلنا بسلامة. الآن سنحضر كعكة الوافر بالحليب المكثف. كوزة بيجيب ملانكي. نحتاج إلى زبدة وحليب مكثف مسلوق. الخطوة الثانية هي هذا الخلاط. والخطوة الأخيرة هي أن نمسح كل طبقة. وهكذا كوزة كعكة جاهزة، سأضعها في الثلاجة. بقيت كريمة قليلا، لذلك سنأخذ بسكويت وسنأكل هكذا. الآن الساعة متأخرة وما زلنا نستعد لعيد ميلادي. أمي تحضر كثيرا. هذا ورق منغولد، وهكذا هناك حنطة سوداء وفوطر. هذا لي بدون لحم. جميل. أمي مثالية، تعرف كل شيء أحبها كثيراً.